شم شبيبة نايضة راو داير روح وما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ ياخو ما يرحمش الخمسة ماكلات صحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات لأمي ما منسات جبدتها اللي نشوات عشر سنين تيروريزم وزدتو عشرين ماكفات زوالي ولد بلاد جدو في جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع الطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خطيك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع عافيت من غير بوليسيون باسيتيك يمي انتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش لها ما خسرناش في بير ما تنعياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش شقا ما خسرناش في دير ما تلعياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال وطال الحال شاب زوالي من التخمام غرقته في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال محدوكيتو هو تلب بندرية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالي طحتو في يدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل ما زال شافية جنتورين باس كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليلور ما رانا راجعين. السلام عليكم أزول ثلاون مرحبا سوين المغاربية تزارت ثمزورة وقت السنث أهلا جي هذه لي استمزيخ إيهي أدنوغال يوكين أدنوغال عرسان رسرتين تمورثني الجزائر تشلي ندي لان إضلي ثمان أظن أتص تمورثني الجزائر ثوالا مد أكو أتص يعني أجدوذ مازال يتكمل يقارد أول إنس أجدوذ مازاليت أغاف العهد إنس أمشي دينا أسمن زود 22 سفرار مازالي ثاساقي يقارد كان ذيمس ليلني إيكتسوغو لي ريفونديكاسيون نينا ما طالبني مازاليت سوالا إواكن أذافو إقلان أذافو إموسمان أذافو الفساد نغ العصابة أكن إسيسما مس قايد صالح مازاليت في قارون تمورث مازاليت نخدم من طسن كركس سمانا يقعد دانت ولم تمش ثحمة إحمد يسوسقي بصح ذا أذافو سي الجهة ينس يقيم ذي فارا يفغى يوكن أذي كمل ذو خديمة جينس يفغى يوكن أذي كمل ذي ثيرا ولا يجنس يوكن ثمورثن الجزائر أسدو غال ثيل لينس يوكن الجزائري أسدو غال لووالينس أسدو غال الرهذينس أسدو غال القضارينس يوكن ذو زال إزد فكاث ثيرا ولا ثم زواروث إيد جانير قزن الشهداء فلسني عفور بي نوزايه نوثني ذافو مازال يخدمك في رانت كركاس مازال أين موسما نوثني ذباب الإلكترونية جنسن فغال نتخدم منك في ران دعايات ذي لريزو سوسيو ذي فيسبوك نا ذي تويتر ذي الفيديو نسن ذي يوتيوب خدم منك في ران دعايات سقطي عن إيه إثجرة ولا يجي فغانا تجزمن فغانا سارزن أفوذ فغانا أسارزن أعرورينس شو كان الشعب أكيدو ذي فاق أكو إذكر كساجي يملل بغير أصلا يعني ولد الجزائري نمشي ملل فعان روح نتخذ من شران يعني ثولي متكو شو دي ظهران دي الجلفاء يمين روح نتخذ من يوم بتيت مارش دينا فعان فرقا جير القفايل لك ذو وياض أرنسن سيت مدينة الجلفاء ننسن دن يكون يذي الجزائري نيكو زمير مرة عن تكزمم يعني الطريقة أمثاقي هي أجدوذ يفقن دي ثكلت نظن أماكن ذيوون أماكن غسكا لنتسن جخث الطس نغيم يعني الطس تمورثن الجزائر ديوث الجزائريين ديوون المطالب يفغال نغيني السثورن تيللي السثورن أكنتي لي ثلويث وأكنتي لي الديمقراطية على ديمقراطية ثوكذوث دي تمورث نل الجزائر
تولى ما مشي روح انت المطالب اسم سمزوارو ناشو ظلفن وكذوز سمزوارو اث بوت فريقاد العهد الخامسه من بعد شطح شطح اتصي ديوي وكذوز اتصي دي ربح من الحوايج جديد تقرا ولا يجي المكاسب قوانت اتص امي يروح ارمي ثورا يغالد الصراع يعني قيمه ديال سنث من الجوايه اكذوز سي الجهه قايد صالح سي الجهه العسكر ما شو كان التصيد يقارن وقال يخدم من تسرتيس ما تشيد العسكر يعني الجنود ديال كل مؤسسة على معنى ذو وقي قلنا في قرويس ذو وقي إقفغان أذية تليث مورثك يجي في كان بارلمان إثوالي ما كان مشيث البرلمان تمورث الزاير أسقم وغنى أولى شيث يعني أول إكزيستيارا أسل وين تمورث رئيس تمورث يجي عند خدمنا كيجي بن صالح أولى شيث وثنسوالي را إذا غاض بن صالح يدي هضرن دقوا مضيقيس إهي الجماعة في سحداش يظليت وساد دي وكين أدفكوك يعني تجمع مثاقي تجمع مثاقي أديني نكوني ضد القايد نكوني القايد أجي لقول إذا أنت أذي روح ما تبغى ما تخمم الانتخابات ثقي نوال ناثي فراني نوال قايد دي وكين أدي ويرقز نظنا ردي السر سكنة في حكم أنت نكوني أنقفي لرا نكون نتقارن لما كان ازكى نغيفان ذا شوث انكمل الغرز ذاث انكمل ذي المطالب باقي الشعب هي اكذوذ يناد نكوني مازالنا ذيون مازالنا سلميه سلميه مازالنا خوا خوا استلفني وكن الماده السبعه ياكي ماشي كانت لي ذا الهضور الاق اتكشم الشح اكن نوثني اكذوذ يكشم ذي الماده السبعه يمدي قار اذن كوني اي حكمن هي دنوغا لي ساكياك وارثلو فياكي 29 فكاوين هاد السيون مخنوي يوكن جوستومون أدن فيكوك يعني أمش إستواليم أزكى الجزائر أزكى أساقي 11 الجماعات بضد رمضان قريب ضد رمضان مثلا أمي الناس التيامات إن شاء الله غادي يفكم بصحة ولا هنا ضد رمضان تصق ساكن في رئيس تقسيين أمشي نخدم رمضان أجي أمشي أفكم بالثيرة ولا في رمضان أجي تصيد ترى أنا ماكن مازال هذي لين لكن لين دي العهد شحال ويجي هذي لين دي رمضان داشو كان أدفن هات لي مويان نظن أمش أراكم لين ثيرة ولا يجي إلي ذي نزيم زايدي وكنا نفذو وقي ذيون مضبر ذو كفر لودياس كريم طابو مس زايدي أزول فلاش مرح فيسي زول فلاون أزول مس نزيم أمشي أطول هذا شو الدنيا وكاك يجي ثولا يعني أمشي شحال ويجي 11 الجماعة ثقي يوم ضد رمضان لأن وقا ذي قعرضنا ديني نمكن يعني اماكن اذفوا اماكن يكذوذ يفشل اماكن ثورة ديال رمضان هذه رنواذ يفشل الطاس شو كان يظل يكذوذ يفقد سلك كثرة ينادن كل يوم يفشل راه ورمضان هذا غندير نو كان العزيمة وغني تروز راه رمضان يريد تبدل ماذا زوح فانشتاي سا نابورت يوغا اوكان شونجمون باسكو كاينين بصح ونين سوسيتي رمضان تي موا ساكري سي موا ساكري Et on a beaucoup de considérations envers Gmtane. Déjà, une révolution qui est aussi saine et pacifique, Gmtane est aussi tsagouzaga. C'est ce qui fait le coup de la révolution. Elle est encore plus forte. On va être encore plus fervent dans les revendications. Ou Gmtane est là. Le système a voulu faire durer cette révolution. Mais Gmtane, mais le bac, chaque année, par exemple, est tsagouzaga. دونك تا راه حنا جامي الجيريان غير يحبس هذا باسكو نفرض ماشي ديون ماشي سين دي مليان دي فرن اون اي دي مليون ايتر سورتي دون لا رو يا انكور دي مليون بزاف قالوا بلي لا ريفولوسيون هي كومونس ا ايتر ا بوت سوفل ان اي با بوت سوفل الفوندردي هو غاد ال 11 فوندردي سي لا بروف بلي لا ريفولوسيون ني با بوت سوفل و توت لي مانوفر كيز اون ايسيي دو فير دايور كونت اون فوا كنايما صالحي ديفوني لا روبري سيل كي ديفوند سيستيم اون كومبران كي سون ا بوت سوفل C'est eux qui sont à bout de souffle, c'est pas l'Algérie qui est à bout de souffle. C'est ce système qui va finir par partir, quel que soit X. Ils ont compté sur le ramadan pour détruire cette révolte, sur le bac. Ils voudraient bien, parce que le bac est une ambiance assez particulière, surtout en Algérie, les familles sont dans une ambiance très particulière et ils pensent que ça va jouer sur le fait que ce mouvement va se casser et l'armée, la tête de l'armée, bien sûr, Gaïd Salah. va profiter de ça pour détruire définitivement ce mouvement. Or, Mais justement, Nazim, il a compris justement, dans le sens où Asagi Akdoud, il fait que l'armée de l'armée, Gaïd Salah, إذا خصميس يعني يكذوذ يظلي نوالا يعني ياكل لي بونكارتي تودمن لي سلوغون كي اون تيتي سكوندي ييغ ان بو باغتو ان الجيري لو ميساج ايتي كلير يعني فان كوضوح الشمس نقار
قايد صالح الى قد تروح هذول هذيك الشيني قايد صالح ياكل زعما انا قلت تو اللعيبه غادي الحبس سوفو غادي اللعيبه تسير الحبس وزعما مشي خدم انا وقت كيركس كي باقي راسن اكدو ذي ناس كل نفقا كشتيكي نبغا يا تروح من ديك الشيني اساكي اذا قارون العصابه قايد صالح الى الى في لوكازيون دو فير سكافي لارمي بورتوغيز باغ اكزومبل الى اون فري قايد صالح الى دوني ان دوزيام سوفل سون سون روندر كونت لوي ميم ا سو موفمون Parce que beaucoup d'Algériens, quand, il faut le dire, ont cru dans la bonne foi et dans les beaux discours de Gaïd Salah, et il a fini par lui-même prouver qu'il était le protecteur de l'ASABA, et beaucoup se sont sentis trahis. En fin de compte, ceux qui ont dénoncé Gaïd Salah avant que lui-même se dénonce ont été traités de Wled Faransa, de Haka, de ceux qui travaillent pour Tufir, etc. Mais Tufir et Gaïd Salah, c'est des khawa khawa quand il s'agit de détruire le pays. Ils ont été khawa khawa pendant 20 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont manœuvrer, ni l'un ni l'autre. Gaïd Salah, au front, quand il dit « Anna Moutamassik bid Dustur », dans ses déclarations, il écrase la Constitution deux fois, dans sa déclaration. Quand il parle politique, c'est anticonstitutionnel ce qu'il fait, donc déjà là-bas, Moutamassik bid Dustur, mais il l'écrase. Et quand il dit « Je donne des ordres à la justice », il donne des ordres à la justice, il donne des ordres au ministère de l'Intérieur, il ferme à Alger. Le Dustur dont il parle, c'est juste l'application de cette loi 102 qui a été un piège pour nous. Mais Gaïd Salah a fini par montrer son vrai visage et a donné, lui, réellement, c'est lui qui a aidé cette révolution dans le sens où il s'est trahi et les gens ont compris que si Gaïd Salah ne tombe pas, la ASABA ne tombera pas. Et que toute cette justice, quand on voit qu'Ouyahia est reçu comme si on recevait un dignitaire respectable, on comprend que c'est du cinéma. La justice, en ce moment, ce n'est qu'un cinéma, ce n'est pas la justice à laquelle aspire l'Algérien. Il faut une justice libre, parce qu'une justice qui est aux ordres de la corruption, qui se met aux ordres de l'armée, c'est du pareil au même. Gaïd Salah a fini par montrer à tout le monde son vrai visage, et je suis très content de voir que tout le monde lui dit « Gaïd Salah, dégage ». Il faut le lui dire et le redire pour montrer. Oui, mais Nazim, grâce à qui a tassé des nanirs justement dégagés et Gaïd Salah, mais nous voilà à tasser les médias et Khedman, justement, malheureusement, Danala, Ouidoud, Akhidoud, Ahath. يوالا ياك نشتاقين ولا دي ريزو سوسيو ام فيس كوندانين ياك يعني لي ميديا ياكي الا غان ولا شرا لي اون صبحا كي ديفغني جارنانن يعني اون كرو لي شابون سن سي قارن دا ما كنا اجدو ذي ناس اضلي فغي وكنا ديني السعيد او ذد السعيد اور اين داك ياك ذو الكذب يعني اسكو نشتاقي وتعاون انا جوست موي وكن قايد صالح كذا غنا ديو غالا شيني نكيني خلينا ننزل جهه الشعب زبالة ويزمروا لي ديو السعيد داكي باش ونتوالي راه ونوالي راه ويحيى مشيتي ديوي ونوالي راه حداده مشيتي ديوين ونوالي راه ربرابه مشيت نوالي انا توالي الغاشي تصوض النهار يمذن هنا تصوض النهار لا جوستيس من بعد كاين هندي الحبس. كيس كو جو بو دير سي كو ديجا لي جوج كي سورتي دون لا رو إلي طون كي ريسورت دون لا رو بور دير كو سي با كوم سا كو سا سباس اون جوستيس ليبر كو لا جوستيس نو فا با ريبوندر اوز اور دان جينيرال. Et les journaux, comme vous dites, les journaux ou les chaînes télé, il faut le dire, l'Algérien n'a jamais cru dans ses chaînes. On sait très bien que Nahar n'a jamais été avec le peuple. Que Chouerok TV, depuis l'affaire qu'il y a eu, où c'est l'armée qui libère le directeur de Chouerok, d'ailleurs, il faudrait nous éclairer comment l'armée se mêle d'affaires qui ne concernent pas l'institution militaire, mais qui concernent le ministère de l'Intérieur. Et donc, Chouerok TV n'invite que des gens qui vont dire Gaïd Salah est le héros national. Des gens qui vont traiter de traîtres tous ceux qui pensent que Gaïd Salah doit dégager. Mais à ce moment-là, est-ce que 40 millions d'Algériens sont des traîtres? Est-ce qu'il faut répondre à ces chaînes télé? Est-ce que tous les Algériens sont des traîtres? Quand Gaïd Salah dit que ceux qui ne partent pas aux consultations de Ben Salah sont des traîtres, et dont on a bien vu que tout le peuple refuse Ben Salah et ses consultations, il traite tous les Algériens d'être des halkis. La question qui se pose, qui est le Harki qui est en train de trahir son peuple? Bah justement, qui قلت Harki ou Khayin, l'un des slogans, البارح يعني ظلين ولا ذي لي مارش قضلي, الجيش معنا, الجيش جيشنا والقايد خاننا. C'est ce que je vous disais, parce que beaucoup ont cru en Gaïd Salah. Les trois premières déclarations, quand on voit que Gaïd Salah, la première déclaration a parlé de l'article 102, et que le vendredi d'après, le peuple a dit article 7 et 8, Gaïd Salah automatiquement a dit le mardi d'après l'article 7 et 8. Et beaucoup se sont dit Gaïd Salah va répondre
répondre favorablement. Et on considérait aussi que Gaït Salah avait démis de ses fonctions Bouteflika, or que c'est faux. C'est le peuple qui a enlevé Bouteflika, ce n'est pas Gaït Salah. Gaït Salah a fait allégeance à la famille Bouteflika. Il ne les a jamais enlevés, il ne les enlèvera pas. Parce que c'est beau de voir Yahya convoqué dans un tribunal, mais la question que je me pose, moi je défie Gaït Salah d'arrêter le général Toufik, puisqu'il nous a dit que le général Toufik faisait des réunions avec la DGSE française. Haute trahison. Il nous dit qu'il y a des complots qui se sont faits, mais il n'a pas agi en conséquence. De convoquer Yahya ou arrêter l'arrestation d'Ali Haddad, jusqu'à présent, on a vu Ali Haddad arrêté. Il y a eu un petit événement qui s'est passé dans une ville au commissariat, mais après, on ne sait même pas où est-ce qu'il est Ali Haddad. On ne sait pas ce qu'il a été emprisonné, ce qu'il a été condamné, quels sont les... pourquoi il a été arrêté, on ignore. ماشي كان انت يعني اتاس اتاس ماشي على الاحداث يعني اساكي اكدو دي فغادي زراك واش يقدرون دي الجهه يا كين لا جوستيس جوستومون اميك لا جوستيس زيك التليفون تراثو على رونجرز هناك كتقارن لي الجيريان ذي لي ريزو سوسيو ديو ضيدنا مزيان مريان سانديكاليست مزيان مريان زول العسلامه بس مريان بس مزيان مريان ازول بس مزيان مريان وقيل يهزم وصوض اكو مزيان من وين ساعه علي جان انا راح اسول نونهي فريد سي تيزي وزو فريد ازول فلك العسلامه اخف لون اسلم لون لا سلامة ازول لون ازول بغي غادي ندير يوني وابوال نكسوال سي ميشلين كزاكت سي تيزي وزور لولا دي لامارش مرحبا سي بغي غادي ندير يوني وابوال لقيت صلاح ايه بغي غادي سينيرال لقيت صلاح الى قتيل ماذا ركاز في الارض غاتيت ركاز الى قال انا ستيفي زيرا الشعب كينيا يا قد سبع نظار تم ولينيك لا شوك الشينيا اسك تدير للشعب يا قد سبع اتابليكير الماده 7 و8 ما ينزل العصابة حمير الشعب ولا يفقاش ودي بغا هذا الدنيا الشعب يدوكل ونفتشل لها نكمل رزاق ونحبس لها ما مسيدي انظن قلت غلا غادي تجعل عني الشعب يغل في خامل ويتشغل لها الشعب اذا نقول بريد انا ما نبتسي للي ان شاء الله ان شاء الله ودي بغا هذا الدنيا اسيني غنسكولا لها انا اسيني غنسكولا لها الحسابات الشعب يطالب على الحسابات الشعب يطالب في الليل يطالب المادة 7 و8 وين هادي ياسين بليطار انت راه حاسبين ماشي داك الشينيا تابا الدروا راه تحاسبو يونا مار يقول ديكاج 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 ام الكايد ام بدوير ام بن صالح يونا مار يقول لكن مثلا لا مافيا كون وير تاكو رمز لا مافيا نعيا تقول تلميذ نوان تشاكو ندير لهنا التلويد اي بون كوراج المير تعطيك صحة فريد ميدلي ضيدنا سي ميشلي فريد يبو ضيدنا عيد قرن مزيان مريان مس مزيان مريان زول فلاك العسلامة هنا بروبليم وخلا هذاك التليفون انا ويدنا شباب فريد صالح سي باريس صالح زول فلاك العسلامة الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الزول فلاوان الزول Juste, je vais faire une remarque sur la chaîne Maghrébia. Non. Oui. Bon, bon, rien à dire. C'est une bonne chaîne et tout. Voilà, les gens l'expriment. Mais c'est la première chaîne qui est de nos coups voilà. Bon, je ne parle pas sur la chaîne, mais il y a un petit problème. Quand vous avez invité des gens, par exemple, il faut demander leur CV. Et il peut quelqu'un appeler, n'importe qui va appeler. Mais c'est la chaîne Maghrébia. Qui va inviter quelqu'un ou appeler quelqu'un pour faire parler sur le Hirak et tout, il faut demander leur CV. L'un de la chère, 30 ans, Voilà, toute sa vie, voilà, le fils de Moualla Takam Karnakmi, mais là, voilà, il parle de Dono Dohirak, ça, 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 ça. Voilà, c'est pour ça que je vous dis à la chaîne Maghrébia, il faut, et moi, il demande les CV des gens.
Voilà, c'est pas même le ذنوى طاوله تبع ذنوى واقي ذنوى واقي دي عندنا كي ولا راضي على الحال الاعدادي وانقيادي الحماسه لا ولايه تيزي وزو بون توت سافي توت سافي لي جون voilà il y a plein de gens voilà au moins si j'y vais inviter quelqu'un au moins je vais demander leur CV tu vois Dieu sait qui est à d'ici ou la fille manus peut-être mais pour un... Oui, Salah. صالح يعطيك الصحة لا ماركي سلند وكذا يعني إدارة سلند مصطفى سي ألجي مصطفى زول العسلامة مصطفى مصطفى نروح لعنابة عنابة معنا صالحي مرحبا بك مرحبا وسهلا أخي أخي العزيز أهلا أنا من جيل بيبيا أوس أعلن ومن صلب قافلة من الشهداء الأبرار أطلب من الله العزيز العزيز الرحيم اللهم بلغنا رمضان آمين. بدون هذا الكيان الفاسق أنتنا ولنصلي رمضان لرحيل الخردة التي خلفها المخلوع نحن متفقون لرحيل الأوغاد يرحلوا يرحلوا بدون شك ولا ريب في ذلك ٤٣ مليون جزائري بكل ولايات ٤٨ للوطن بما فيه المداشر والقرى نحن انتصرنا للحياة وبكلمة واحدة لرحيل بقية النظام الفاسد نظام بقية خردة غير قابلة للرسكنة بوتفليقة غرر ب٤٣ مليون جزائري بخطاباته النسوية والمزيفة نعم نعم أخ صالحي فقدناه نروحوا وقيل يقولوا لي مزيان مريان عاود ولا معنا سي مزيان مرحبا بك الزول مرحبا الزول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله صباح يجزم لا بلاقي إن شاء الله يجزم أنا كانت تسويت الدم مزيان إن شاء الله إن شاء الله أني غاش دنو غالك وتمثال قد يضران السمانة يجي هكذا أني تزوران اثحماش يطوح يكو يفدا يحمو سقي يعني مي اي ذوذ يقار يقاد يفشل يقار نكوني ونفي غارة وكنا نخدم ازقن تاجر ولا نخدم نفغي وكنا نخدم تاجر ولا يوكن ادنى رثيل لنا يوكن ادنى رثو كذوث يوكن اي ذوذ اقيا ذي سعو وزاري سعو القيمة هذا صح لكن سينا وموسنا هنا يسوينا يخدمن تاجر ولا في النصف النصف تاجر ولا رزق كاين شي غرزه بصح غير ولا يتقات روحها ملي سوينيس والتقاله تحبس لي تنصوا خاطر ما تحبس لي تنصوا عقلا كي دانو غالا رفير انو غايا ديكتاتور تا وحشي في غاز انت هي غاشتا يتياق الحراك هذه نجح حامي بوضا سي سوينيس ولا غاشو دي قارو كذوب اسيدنا هو قارك كريتو البلاد يا سراقين ايفانت ايفانت بصح الملف تاكي الكل يعني قال هذه العداله يبيند باللي بصح وانغلاف العسكر ان هي مازال ملفات ثقيله دونك مازال وراء الديفان اي ميلان دونك شات اف سوا في قلا ويشا الحق الشعب اش يقار يقار يتنحى وكاع اش ما يتنحى وكاع خاطر هني هني اسباب الازمه خاطر لما نبغى نزار جداد في كيف نقيم نمشي نقيم انا فوق السبات في لان الازمات اللي عشتها الجزائر أزمات اللي عشتها الجزائر منذ 62 حتى 2019 عندما نقيم أدنى في التقييم الأسباب أتفر النظام السياسي يقلن وراء جميع أزمات الجزائر جميع أزمات الفقر في الجزائريين يعني الحقر الجزائريين هي أزمة السيستم النظام السياسي دونك النظام السياسي اللي كانوا فيه يتقض روح نور كل بشر زائر وزكي حتى في مانيس
باش نهنوا الجزائر ادي دون الشعوب ديال الجزائر خاطر سهل الجزائر النظام دائما قريتي. اذا الشعب يسال حق عندما يقول يتنحى وكا من اجل جزائر جديده. الان ما لازمش نضيعوا الوقت كقدر نربح الوقت كي ديكراد هذا الحول كان لو 4 جويلي وتسيري ترى لي زيليكسيون خاطر لو 20 ماي سي لا دات فين كارو وكا يسترسن لي دوسي وين يبغى يوغا البريزيدون وشكرا للوكال دي جمع لي سيناتور جبنا نروح انا نجمع لي سيناتور وشكرا للوين زبرنا اللي يروح يخدم لا كومباني الكترال الشعب باش يقام صغار ان يطبع اسي سوينو إيه اذا نظراو تسيري تاكل سوالو تسيري تانا اشي مون نربح وقت باش نروح المرحله انتقاليه اكن تيبغا وجدود اكن دفع الجزائر في الازمه يا كيكاليس لا ونتقل لي فيرا امشي نسلك النظام ونتقل لي فيرا في لي زانتيري دو كلون مي نقلب في لانتيري دو لالجيري تيري دو لالجيري يتقن واحد نراوال وجدود يدينا المرحله انتقاليه اتروح مول كلي ادا السن وكاز ونسير راه وكاز يسالي في السن سن زديه ايه ماس مزيان مريان جوستومون اساكي اكدو ذاك نتقرض كشني ولا ذو انت اكو اكدو اساكي غادي يروح على المرحله الانتقاليه قد قرض يبغى نادفغن يعني سي الفيداكي يبغى نادفغن سي كركساكي ايمي ولا هذا شويه دوار فاش شويه دوار قايد صلاح يبغى يروح على لي زيليكسيون هذا انا غنداوي اذا غن بريزيدون طرطورا ما كاين تورا يعني كاينو سي راب سولي موان ريان ودي هضر راه ميم با قايد صلاح يهضر لنا في مضيقيس هذا فو يفاق كوستيكي هذا فو سي قال الى جوستومون انا نروح على لا ترانزيسيون هاكي امشي تسوالي جوستومون المرحله الانتقاليه ساكي مي لا نويكا هذه قفزه انا دقرنا ما كنا الى قان سموزك الجيش الى قان دو يذس الى مس مريان مزيان مريان واقيلا يكزم وصواضه كيدس محمد سي توفيرت محمد الزول على السلامة أجيوك في الله محمد سي تقرفوس على السلامة سؤال شنو تقرفوس أجيوك في الله نخدم المغاربية على السلامة أجيوك وقاد يتابع المغاربية وقاد يتولي المغاربية لكن لا شو بغا الدنيا لكن لا رلين نجدالين مرة لا الكزازان اللحام الناد ولا غير هو يدي انت امزيش توجور يستخدم في كركاس مينوس دونك هو كنا يربح الوقت ما هو كنا ما كنتش لا في ذاك كنا نديرو واحد ليزيليكسيون ليزيليكسيون ديال الحاج هو يتسلي مالا ما خاطرنا اللي قايد صالح يلعب لي كارت باش يربح الوقت نروح على ليزيليكسيون ليزيليكسيون تيلي دارا لا خاطرنا ذاك كنت ولام شحال لي بي ا بي سي دي فون والسنة قاعدين جماعة وكنا دينينا لا نكونين ونقد شارع لي زيليكسيون ديالي تاع جويي دونك ولاش انو ولاش انو راه يقد الشن لي زيليكسيون ولاش ويت الرات مالا ديال الشعب الجزائري زادو الشعب اسمي قر تروح نتا كيقر الحوار نتا الحوار هو اللي هو تحاوض تحاوض زي قال لي لا النظام كاين مصفطلي ذي قد يلان قل عصابة يجي الشعب يزال ده شو دي قار اسمي قار الرحيل إلا قد تروح ناكو ونحو جارا أنا نحور يسن وقراجي تحور ذيون ذا ماكور تحور ذيون ذا قتال تحور ذيون ويسعارا ذي لو سعادة شو اسم دي قيمة مريك تفغن 20 مليون ذي وفريد هو كنا يتقارن روحة تروح في شد سناضي ذي وكتر في هذا الوقت ما غتروح اللي هي شو الحاج الدار ولا كفاكي يمكن ذاك الوالا قال شو التيران وجي كان الشكل جمعه ميم وسامي رمصفاط فارغ باللي شعبكي ذي الموحل ذي عيو وذي الموحل ذي وغال الوخا ماذا قلا وغلينا راه الحكومه جام سباطلي تنميرث محمد سيد خارفوس تعطيك صحه يمد ليض يذنا انا وقلنا يذنا الشباب انا واحد نولي يوث تقشيش تا مزيان تا نغني تعاود واقيلا يون ريبريزن بوحدي حياتنا يتقارن اسيد نولي واد اخر داير شالها تحلو اتوالا مزيك النية اسجو جو ضفر النوب اكدي نبغاك من والي ذي تمورا يلهم
انت شفوض فروة مذيني تتمنض ذي ثمورة يلها انت شفوض فروة مذيني تتمني. ثقيلة هذه شونسون شريف خدامة في سي عفو ربي. احد واحد وافق شي شتاكي مزيان تتحرز ربي ان شاء الله. يغال ديدنا مزيان مريان مس مريان وي الزولة 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 سلامة ساقي التليفون ساعة اغوفل معليش سمحت انا كان هذا خسر فينا كوي قد اسمه اغوفل اغوفل اكزمن 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 ايه اكزمن عوسن كونيا كوزاريا مس مريان اكن الدنيا جوستومون نوثني سيانا ربحنا الوقت نسن اجدود ذا غنسي الجهينس ولا انت اي ربح الوقت مي اجدود يفدا سنة واحدة الخامسة ومن بعد يروح بوتفليقة ومن بعد يروح لليبي ومن بعد يروح والناس سميت بلعيز طاسق روح انا طاس ويا حيا كوماسين كوماسيا كو زعما انا تلقيت السينما يقول لا جوستيس غاسا كون فهم انا مشي كوميم سيت انا كي اي ويذود دونك نوثني سيانا ربحنا الوقت اكذوب سي الجهينس يقرا في ولادنا كلنا ربح حدا تصل حوايج غاسا كان رمضان كيغني تروزارا فشل ولاش غارز ذا تيشلي اكيد تورا اكذوب موري فشي لارا ونصابح موري فشي لارا ايا نسوينس ايا وض خطر ما هضرنا في لا كونستيتيسيون الشعب الجزائري لا ينتقوا غير لا كونستيتيسيون الشعب الجزائري ينتق شعب الفاشليس في فرات يشد دائما تاي في ثورة ماشي نروح على كونستيتيسيون خاطر ما تخدموا على كونستيتيسيون تخدموا لك لا تدوا ديال بغينا الشعب ثورة الشعب يبغى نبريد النظام لهنا تكون نبريد النظام اي صواب هو راه دوغالين ما نكمل هكا ما نكمل الدوكل ما نكملوا فريقنا راه اي فان الجهويه اللي وقتنا راه الطرف ثورة كنقارن خوا خوا نكمل لها رزبات خاطر شوينا كا قد يزليني زوينا يسلكن الجزائر دونك كا نكمل هكا ثورة هذا هو يربحن الوقت ما صاروش دار ليفيدونس ديال الحق كل شيء لي اكلي كي نسام الحق اللي تمثال لي لا جوستيس اكلي كي نسام الحق اللي ولاش العهده خامسه الحمد لله ولا شيء خاطر ثورة تساؤلات اي لوك ديال راعي الفساد داير كل لي دوسي ايماجيني ايماجيني نفرض ان روحنا الى العهده الخامسه والله ما يخليو دينار في الكيس الجيريه اذا الشعب الجزائري انقذ الجزائر اذا الشعب يذود تكسر كن الجزائر ومازال تسلك دونك ايوا فهمنا نقيم غير الحراكه ديال ان من سوا سي سوينا خطر سوا فين لا انقاذ الجزائر الى لا كوفري للشهداء يمثل يفكر اذا من السنة في الجزائر يقول للشعب ترى دونك يا فشلوا اللي تقرا هذه فشل اي انتصار وراء يا ولد ترى 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 لو بوفوار لو بوفوار الى انيغماتيك ما زال الشعب في شو يبغى شتي لي تصرف في زيان ويزوني كان تصرف اللي كنت والي انت راه انا راه تلحق اتي زياره الحيض لان بيوغا لا الشعب سي نسام الحق ما الا الشعب يقيم يقيم بلي ما الا الشعب يقيم شاك بوندرودي ما الا ثلاث ايام النظام الدفاع دائما ديالي في غري الشيدي نبغى نغوصي سويدا نبغى الجزائر تبدل ترى هو يسمى ربحنا الوقت ايوا فانا ديوغا الصواب ايوا اللي انا مشى سلكين تا شوات من الجزائر ماشي مشى سلكين لي كلونسن او بوفوار مازال تكمل لنا مس مزيانه ثاني يبوض الاخبار ترى هذا جديد هكا اما كن بشير طرطاق متابع هنا شي اعتقال بشير طرطاق بيرتي فيتي يخدم من دي لاباجينسون عاجل بشير طرطاق خلف الجنرال توفيق على راس المخابرات قرنا ثاني داغ تفنت ثوينا على حبس هذا الانسان هذا شو لا في سلاجي يوفان نجمع جوستيس تخدم تخدم الشغل سينما انا لا جوستيس يبغى الشعب لا جوستيس ملحويا لا التليفون لا جوستيس يدون في القوانين الا حتى خصوصا من القوانين لازم تحترم اي فانو كاين يضرون هذا الحبس القوانين الجلسه وقوانين الا تراد لا جوستيس ماشي في التليفون هكا خط تشتاقي ورسوفو غير في فراس ماشي غيرك هو يجي فرا غير لي كونتر موا ودمت شو على راس بسال النين كان شي زيج ما سلي وسدي على كدو ادخل قلنا المشاكل مسدي على كل البروغرام دي غوفرنمون ادخل قلنا المشاكل خاطي اي فن وين يخرج مني حاجه تيخلص تيخلص ولكن افيك لو ريست دي لوا دو يقول لا تورا دو لا ريبوبليك دي لوا دو لا جوستيس لو كود بينال دو لو كود بينال يتوضا ماشي لي جوستيس ويسال جبران راه وسدي راه فيك كوزي دونك كيداوي غارش راه يتشاق جدود من الجزائر ماشي تيجاري الطلاب جدود من الجزائر يبغى يفرع سفر
خطر ما تكسر تطرو بلاصي بار إيكراك ولاش أبدل أقرا كي دوز سوفوارا. قميضنا دام زين توا توا غوريش معنا إلياس مسكيك دا إلياس مرحبا بك إلياس السلام عليكم مازول إلياس 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 ألو 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 صباح الخير صباح النور مرحبا بك أزول أزول الله سلام أجمع أزول الله je voulais vous dire que il y a plusieurs points à débattre رانا في 11 semaines وحنا نخرجوا للشارع باش نطالبوا برحيل هذا النظام الفاسد ولكن التعنت تاع النظام الفاسد هذا ما راحش يخلينا في حالنا je voulais vous dire que ce n'est pas à Kaïd Salah de nous guider ou de nous citer ce qu'il y a à faire. Lui, c'est un militaire, c'est la voix du peuple qui va décider, c'est la voix du peuple qui va... L'Ijibna l'Istiklal, nous avons l'Ibled, nous avons l'Ibled. Oui. Oui, Ilyas. Voilà. Il y a... إلياس وي نعم إلياس il y a plusieurs points aussi qu'il faut dire que فرنسا ما راهيش خرجت بالسلمية خرجت avec plusieurs méthodes خرجت بالشهداء خرجت بناس اللي كافحوا على البلاد هذه il faut faire une grève ce que je propose il faut faire une grève générale كيما اللي داروها وقت الاستعمار la grève des 6 jours لا طيارة لا بابور لا بترول نمدوه نبيعوه لا يدا il faut tout fermer pendant quelques jours باش لا فوا تاعنا يسمع بها لو موند اونتي ويروحوا علينا الناس هادو ما راناش قابلين بهم ما رانا قابلين لا لو فوت تي كاتشوي لا فوت من بعدهم مادام هذا النظام راه شيخ بلاص الشعب راه ما موليش منها تسمى الياس تسمى انت الياس الياس انت ضد هذو يعني كاع الاقوال اللي راهي نسمعوها من منا ومنا يعني على ان الحراك فشل وان خلاص وان رمضان رايحين نوليو كاع للدار نو جيتو بيان او كونتخير بيان او كونتخير هادو اقوال تاعهم وهادو الذباب الالكتروني تاعهم اللي قاعد يدير في الفيسبوك وقاعد يدير في المحطات نتاعهم رانا ما موليينش منها رانا قاعدين في الشارع بينا فاميلتنا بولادنا كيما حبوا حتى النهار باسكو سي اون اوكازيون اللي ما يخلصهاش علينا ربي تي سي 40 طون اوني لا اي اوني فا اي اون ريست الياس 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 الجمهوريه الاولى وي الياس هذه القضايا نتاع الفساد ويوريونا اشخاص هم حكموا هذا هم دوه الحبس هذا هم ما رايك في كل هذا السينما يعني شوف يا اخي طونك يا با ان جوجمون اللي راه باين ولا ان انسان اللي راه باينه في مثال قال عليه حداد راه نحكموا عليه بكذا ولا فلان راه نحكموا عليه بكذا ولا فلان راه نحكموا عليه بكذا حنا اوني كوا با ما راناش نامنوا Et la deuxième des choses, راهي ناس بزاف مطلومة, il y a des règlements de compte entre mafia ou كاين شي من الناس, كاين الناس رجال أعمال نضاف. نعم الياس. راهم كاين الناس رجال أعمال نضاف, il y a des règlements de compte, هذا راه محسوب على توفيق, هذا راه محسوب على عمار, هذا راه محسوب يعني راهم يديروا بيناتهم باش يعاودوا كل واحد يحط روحه في بلاصه واحده اخرى سو بوزيسيوني يعني سينو الياس سي اون مافيا سي اون مافيا كي زون دي كونسي ميم من الخارج باش يعاودوا سي بوزيسيون باش يعاودوا اون تيغي اون ريجينيراسيون يعاودوا يحكموا من دار جديد الياس سينو على الحراك يعني الكثير باش نوليو هذه يعني نتاع ويقولوا في رمضان يعني ملاحظين يقولوا بانه الحراك اكتسب اشياء كثيره اما على المستوى الثقافي على المستوى السياسي على المستوى الشعبي على المستوى حتى العاطفي او البسيكولوجي ما رايك؟ وي سي نورمال رانا توحدنا بوغ اون فوا رانا توحدنا شوف يا اخي بوغ تو دير رمضان راه كل عام ان شاء الله يجينا بالهنا والخير بصح الحراك هذا ماشي كل عام سي اون اوكازيون اللي تجي مره في الحياه تاع البنادم لازم على كل الشعب الجزائري سوا دي كابيل سوا دي صغاوي سوا غربي سوا شرقي يتلموا على كلمه الحق سا سي اون بون كوز سي اون بون كوز يونا ما دوبوي 62 ايكوتي لالجيري ان جامي ايتي كي لابيتي
جامي تسرقت الجزائر كما في عهد بوتفليقه لي 20 هذو الاخرين يعني مليار دولار اللي راهم تسرقوا في العهد نتاعو ورايحين اون فا اون في با سا بور نو اون فرا سا بور نو زونفون بور نو بيتي زونفون ما على بالناش شي 100 عام بالك الجزائر هذه يكونوا فيها 200 مليون ساكن ولا 300 مليون ساكن جزائريين حرار يكونوا في بلادهم اللي بناوا بلادهم بعرق جبينهم و كونتونتي الاستقلال لا بروميير ريبوبليك اون جامي دو بروميير ريبوبليك سا سي لا بروميير ريبوبليك بصح الياس صح ان شاء الله نروحوا للبريمير ريبوبليك كما تقول يعني وين يحترم فيها الجزائري ويحترم العدل وكل شيء وي. ولكن جستمو باش نروحوا لهذا الريبوبليك لازم اجراءات ولازم مراحل لازم كاينين اللي يقول لك لازم نروحوا لمرحله انتقاليه وشفنا ناس راهم يعني يقولوا ويعلقوا على مبادرات ويقترحوا مبادرات ما رايك في هذه المبادرات اولا واسكو المبادرات هذه اسكو لازم تجي من احزاب سياسيه ولا لازم تجي من المجتمع المدني كيفاش راك تشوف يعني الغد نتاع الحراك شوف المبادرات لازم يكون كل الشعب الجزائري داكور سيغ ان بوين داكور سيغ ان بوين ما نقصيو حتى واحد حتى من الاحزاب السياسيه ماشي احزاب الموالاه احزاب الموالاه هي مثبله التاريخ نعم نو ماشي احزاب الموالاه لازم والشخصيات الياس الناس الياس فقدنا الياس الياس لازم تعود لنا الياس السياسي ما شاء الله عليه شكون معنا عمار هذا وعي هذا وعي كبير جدا عند الشباب الجزائري سي بور صراهم خايفين وحبوا يديروا الذباب نتاعهم وخلقوا لابوراتوار وباش يكسروا هذا الوعي باش يكسروا يعني الرسائل كما هذو نتاع الياس تسمعوا يعني سبحان الله ما شاء الله عليه شريف من الجزائر الو 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 مساء الخير اهلا عمار يقولوا لي عمار مرحبا بك سي بليزير دو فوار فوزونتوند بليزير بارتاجي يعطيك الصحة الله يسلمك انا ماني نشوف حتى تلفزيون حتى راديو ابار سيت شان يعطيك الصحة جو فودري ابوردي ان بروبليم شوف لو كونسي كونستيتيوشنيل هذا تاعنا اللي راه في الجزائر كي على لوريجين دو تو سي بروبليم الى ترافيكي الى دوني لاغريمون ا بوتفليقه افيك دو فو دوكيمون هذا اللي مومب دو كونسي دوف تاتر جوجي كيما جوجاو كيما راهم يجوجوا السراقين هادو هما الكارثه الاولى يا لو فو ايزاج دو فو ومازالوا حاكمين لو سياج تاع الكونسي كونستيتيوشنيل ويخلصوا 30 مليون في الشهر هذا الناس لونس ان ابل سولونيل على لا بريس اكي دو دوا دونجاجي ان بروسيدير جوديسيير او بينال كونتر سي زوم وشكرا يعطيك صحة عمار شكرا شكون معنا شباب نروحوا للسكايب يزيد نزيم زايدي راه معنا نورمالمون نزيم نزيم الصريط دوك يعني المزيانه كي يمشي تهضر انا كي اسمو قول جست مول الجزائر وزكا ايوا راه صاك كنا دي نيض الجزائر ولا شوا يروح لنا ولا شوا يقزمرنا دي هضر سيس من بوكذوذنا ما تصلد يعني لي فوا ام ثيكي لي فوا العقل لي فوا الوعي اينينس لاكيزي لي سي اون ريبونس ذباب الالكتروني دي قرن داين الموفمون هذا حبس قرمطان نار الشعبية يعيا ونزمر نكمل سي اون بون ريبونس باسكو يا دو ليسبوار دوبوي توت الوغ سكون اونتون سي دو ليسبوار الجيريان ا دو ليسبوار اي سيت ايسبوار نو بارتيرا با باسكو نو سوم دي مليون اي نو ريسترون دون لا رو اي لا بروف اي فيت سور المغاربية دايور كونت اون فوا سور انترنت سي فري كو Il y en a plein qui sont pro-gay de Salah. Il y a eu 6 millions de signataires aussi pour Bouteflika, d'après ce qu'ils ont dit. Mais la rue, quand on sort dans la rue, est-ce qu'il y a des pro-gay de Salah dans la rue? Il y en a un ou deux. Ils ont essayé de le faire à Djilfa. Ils ont essayé de diviser entre les Kabyles, les Arabes. Ça n'a pas marché. Sur Internet, c'est facile de dire des choses. Mais en vrai, dans le concret, le peuple algérien, ni le Ramadan, ni rien ne l'arrêtera. Car il a beaucoup d'espoir. Et cet espoir est en train de se vivre réellement parce qu'ils le vivent chaque vendredi. Ils le vivent tous les jours. Et la conscience politique par laquelle ils nous ont... des années, on a été considéré comme une génération qui n'est pas consciente, qui est apolitique. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est
complètement le contraire et que c'est peut-être la génération la plus politisée qu'a connue ce pays. Je dirais la plus politisée parce que c'est la seule qui s'est unie. Chewe, Agbe, Kbeili, ils se sont tous unis et quelles que soient les manœuvres de ce système, elles ne marcheront pas parce que cette révolution, ce n'est pas une révolution. Si le Mia n'est pas venu comme ça, certes, on n'a pas connu 2001, je n'ai pas connu 1980 et la majorité des Algériens, parce que 70% à moins de 35 ans, 1980. Mais on a eu des leçons de nos aînés qui nous ont fait comprendre que la violence ne menait à rien. Justement, Nazim, il m'a donné le choix de 1980, ou 1991, ou الساقين ولا شراني مزيان اما الريزو سوسيون سوالا هو كنا ديرين شرا قسماون هنا راه يخدم يعني المرحله قد تدون الور تات يعني كان ذا مزيان اكزومبل طلب الابراهيمي الساقي ولا يعني تصن تعليقات يمي قارن يعني سوهمن يعني مش المزيان يكس عنا ساقي 20 سنه والسنار الكازاكي واش تشفنا راه مشي يحكم والسنار شو يخدم از دوموندين يعني وكن انت راه تصن باغ اكزومبل يعني المرحله ياكي هذا شو تواليض يعني كيفاش طلب الإبراهيمي لا 87 عام الشعب النار 70% لا بوبولاسيون ا موين دو 35 عام يعني ولاش يون يا 70% يزم انا دي حكم طلب الإبراهيمي ان كذا عند السينار وعلي ما يوقي يحكم دا شو على المغرب انت كاع لين سيستيم ايدوكاتيف الجيريا دونك بور مو طلب الإبراهيمي في بارتي دي زارتيزون دو لا ديستروكسيون دو توت لي جينيراسيون الجيريان Parce que le système éducatif a été fait d'une manière à ce que l'Algérien ne soit pas politisé, à ce que l'Algérien ne s'intéresse pas à la politique, à ce que l'Algérien ne se sente pas algérien. Mmh. Et Talb Ibrahimi a fait ce système éducatif. Il a échoué. Quand on me dit Ben Bitoor est un grand économiste, Ben Bitoor a échoué dans son plan de relance économique quand il a été ministre. Pourquoi ? On prend le bilan de tous les gouvernements algériens, il n'y a pas un gouvernement qui a réussi. Donc pour moi, le Yitnahaouga veut dire Yitnahaouga depuis 1962. Aucun d'entre eux n'a les compétences car ils l'ont prouvé par leur incompétence à gérer ce pays. Sahita Nazim Khemid Nadoua Lagorech, il est tahak bina Oustad Lies Filali. Lies Filali, nashit siyasi wa ijtimaï wa nashit maïdani. رياس فيلالي الزول مرحبا بك. اهلا سي حسين شكرا على هذه الاستضافه خويا. شكرا لك خويا الياس. الياس فيلالي نذكر يعني قبل ما نبداو ربما في المواضيع اخرى انت اسست يعني مع جماعه ما يسمى ب سبيكرز كورنر في الجزائر ركن الخطباء في الجزائر العاصمه وشفنا بزاف ناس طلعوا وتكلموا ولقوا كلمات رائعه يعني سياسيا اجتماعيا اخلاقيا يعني كيفاش هذه الفكره واش صرا امس خاصه يعني والله يا بسم الله الرحمن الرحيم يعني الفكره على كل حال جت يعني هي طبيعي ان الشعب يعني يريد يعبر يعني ان هذا النظام كمم الافواه يعني كمم افواه الجزائريين لمدى يعني 57 سنه هذا الشباب هذا الشعب يعني حرم من حقه في الكلام حرم من حقه في التعبير على ما يعني على ما يدور في البلاد وعلى كل ما يهمه يعني من سياسات النظام الفاسد كمم الافواه ويعني وحرم الصحفي من حريته في 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 في, في, في العمل بكل حريه وبالتالي احنا اليوم اذا عملناها وهذه يعني الرمزيه اكثر منها من لان اليوم الحمد لله الشعب الجزائري راهو يعبر عن نفسه عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الحمد لله يعني كراسه توصل للشعب الجزائري شيء فشيء بدا يتنحى الخوف والرمزيه تاع هذه ركن الخطباء الرمزيه كبيرة لانها في وسط الطريق لنقول للنظام نحن في بلدنا ونقولوا واش نحبوا احنا في بلدنا ما ناش خماسين عندكم هذا النظام يعني 57 سنه ولا الجزائري خماس ولا الجزائري عبد رجع الشعب كالعبيد كقطاع الغنم لهذه المنظومه الفاسده لسراق المال العام لهذه المنظومه الشموليه يعني اليوم الشعب الجزائري لا تخافوا على الحراك نقول الشعب الجزائري والله العظيم الوعي الذي نشئ الوعي الكبير ولا فيجيلونس
يعني التكوين تاع الجزائر اليوم والتماسك والوحده وهذا الشيء كله انه يرعب النظام، والنظام يخاف من الكلمه الحره. نحن اليوم لما نشوف، والله يا استاذ حسين، والله يعني فيه حتى لحقوا الناس التشاجر للكلمه، تشاجروا الناس لانها حيستبقوا من، يعني هذا يدل على عطش هذا الشعب، على قهر هذا الشعب، على يعني اهانه كبيره لعاش هذا الشعب. والله العظيم يا استاذ، يعني وانا يعني انا عن طريق منبركم الذي اعطانا الكلمه، وعن طريق منبركم الذي يتكلمنا على يعني الانشغالات الشعب الجزائري، والله العظيم الناس يجوا في الطريق خويا الياس يعني والله زادوا حسونا بالمسؤوليه، وشكر للمغاربيه اللي راح تلعب دور كبير. انا ما كنتش انا عارف لان المغاربيه يعني عندها دور، ولكن يعني المغاربيه اقسم بالله يعني انا استغربت في العدد هائل اليوم الجزائريين يقول مغاربيه. وبالتالي يا استاذ حسين الدور بتاعكم كبير بزاف، اكبر مما تصورون، لان احنا في الجزائر كل القنوات هذه مع الرونجاز، كل القنوات هذه تاع خبزه، كل القنوات هذه ماهيش واقفه مع الشعب الجزائري. هذه القنوات كلها قنوات مرتزقه، قنوات لشد العصام منهم من شد العصام. جوستومون الياس، استاذ الياس، جوستومون راك يعني اشرت الى موضوع جد مهم، وحنا نشوفوا يعني الصور وانت تتكلم، ونشوفوا الصور نتاع ركن الخطباء عبد الله، يعني جوزنا الصور وين نشوفوا حتى انه يعني في كل الثورات اللي صارت في العالم، ربما من اول مرامي هذه الثوره انها ترجع الكلمه للشعب، ردوني لا بارول او بوبل، يعني هذه من الفائده الاولى نتاع والشيء هذا راكم درتوه جوستومون، رغم كل هذه القنوات اللي راك تقول، ورغم كل هذا الجرائد، وحنا شفنا يعني اليوم الشعب الجزائري حل عينيه على يعني جرائد ما نذكرش اسماءها، ولكن يعني العناوين مخزيه، يعني نكروا كاع بلي الشعب الجزائري امس في كل شعاراته كان جوابه واضح لقايد صالح، وراحوا يتكلمون على مواضيع جانبيه. اكزاكتومون، هذا دليل كبير ثاني على ان هذا الصحافه تاعنا متواطئه بشكل كبير. وبالتالي اشوف كل مره نشوف ان ان انهم يعني يشوفوا المحتجين يعني يحوزوهم من الماء، والله مرفوضين اغلب القنوات، هذو مرفوضين في الشارع. يعني احنا نقول اليوم الحمد لله على وسائل التواصل الاجتماعي، الحمد لله الشعب اخذ بكل قوه. الشعب اليوم ما يبقاش يستنى في النظام يعطي الحلول، الحلول ماهيش في يد النظام، الحلول في يد الشعب، والحلول ماهيش في الدستور. الدستور افرز رموز الفساد، جابوا لنا حب النظام يعاود يرسكت نفسه ويجيب لنا وجوه مش مقبوله. الحل كل الحل عند الشعب، والحل كل الحل في الحل السياسي. يا اخي يا حسين، لو كان هذا النظام، لو كان القايد صالح هذا اللي وعد الشعب الجزائري وخدعه، وكل الشارع البارح يتكلم على ان الشعب، ان القائد خدع الشعب الجزائري لانه ما وفاش بالعهد. القائد ما وفاش بالعهد، واحد ما يكلخنا، واحد ما يقول لنا اون كريتيك، احنا في دوله، احنا الحريه هذه ما عطوها لنا، ما عطاهاش النظام، احنا احرار في بلادنا. والقائد اذا كان الناس صبروا، الناس كان فيه صدقوه لما تكلم بالدرجه وقال انا مع الشعب وراح نسلم سلطه للشعب، وين السلطه للشعب؟ بوتفليقه مازال يحكم، نحن في العهد الخامسه، القضاة قضاءهم، الولاة ولاتهم، كل شيء مازال، حتى المدير التلفزيون تابع لبوتفليقه، يعني ورأي قائد الاركان هذا اللي كل القوة، كل السلطات في يده، هو قائد الاركان ونائب وزير الدفاع ويشرف على المخابرات، ويجي من يقول لك انا مع الشعب؟ امس يا استاذ والله العظيم الناس تعذبوا في الطرقات ونقول للترك والشرطه اللي بيسمعوا فيا، اقسم بالله العظيم تحاسبون حسابا عسيرا هنا في الدنيا والاخره، لان راكم تعذبوا الشعب، راكم تعذبوا الشعب. اهانه كبيره ان المسكين واحد جاي من بويره ولا من وهران ولا من جلفه ياخذ يعني ساعات وساعات، وفيه ناس اصبح الجزائري يا اخو يا حسين يقول لهم وراك رايح، في بلادك يقول لك وراك رايح. لعنه الله عليكم، لعنة الله عليكم، إذا كان الجزائري ممنوع باش يمشي لبلاده، إذا كان الجزائري ممنوع باش يمشي العاصمة، احنا هنا في العاصمة، أخي أمس وقفوه، قالوا وراك رايح، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا نظام لازم يروح يا أخويا حسين، أقسم بالله وما يروحش هذا النظام، غير هذا الشعب راح يعيش.
استاذ فلاني كل استاذ فلاني شكرا على هذا الغبطه وهذا يعني هذا الوطنيه، ولكن ربما كل هذا واش راك ذكرته يعني سيكون ما يكون الا يعني دافع لهذا الشعب انه يواصل في هذا النضال، يواصل في هذا الحراك باش يحرر حتى الشرطه هذه، وحتى يعني شفنا حتى شرطيين قالوا بانه الشعب حررنا، شكرا لهذا الشعب، شفنا القضاة قالوا شكرا لهذا الشعب اللي حررنا، يعني هذا ربما سيكون دافع لتحرير قطاعات اخرى ان شاء الله. الياس وقيلا فقدناه. جستمو باش نريحوا في هذا يعني ليسبري هذا وفي هذه الروحانيات نتاع الحراك ومواصله كيفاش الحراك راه يتواصل وكيفاش الحراك حاولوا زعما يقتلوه شويه فاشاك فوا يحاولوا يعني يتربصوا بالحراك ولا يلتفوا بالمطالب نتاع الشعب، والا سبحان الله يعني ربي يبعث حاجه. فشفنا واش صرا في الجلفه مثلا، حاولوا يديروا يعني حاجه حاله مخزيه طبعا يعني ستبقى في التاريخ انه يعني درتوا حاجه مخزيه والتاريخ ولع عنكم ديجا، والشباب الجزائري خرج اجاب بفيديوهات واجاب بصور واجاب ب يعني سيناريوهات كثيره دي بتيت فيديو وقال لكم حنا خاوه ما تقدروش. فراحت هذا يعني اللي صارت في الجلفه عاودت بحثت روح الحراك من جديد، وعندنا فيديو حتى انه جزائريين في كل انحاء العالم راهم مع الحراك في كل انحاء العالم يردوا تتنحاو كاع ويترحلوا يعني يترحلوا. جاتنا فيديو الان من البيرو، شفنا جزائريين يعني داروا لقطه يتنحاو كاع بشعار كبير جدا، نشوفوها ثم نعاود نولي. Viva la gire! 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 شعب عظيم. فيفا الجيري تنحاو كاع. هذه هذه المرتفعات نتاع ماتشو بيتشو يعني 2000 اكثر من 2500 متر، يعني وين طلعوا طلعوا للسماء يعني باش يديروها هذه نتاع يتنحاو كاع. الشعب اذا مصر على يتنحاو كاع. الياس فيلالي عاود ولا معنا. استاذ فيلالي كما شفنا الفيديو هذا يعني حتى في اعالي جبال البيرو الجزائريين قالوا يتنحاو كاع. اكزاكتومون يعني سبحان الله العظيم، انا ما نظنش انه كان في الشعب انتفق بهذا الشكل وبهذا الحجم. يعني تقريبا 100 مدينه هنا في الجزائر وفي مدن اخرى في العالم، ولحق حتى للجابون يعني للدول الاسكندنافيه، باريس ما نتكلمش، لندن، واشنطن، نيويورك، مونتريال، يعني واش النظام هذا يعني سبحان الله العظيم. اليوم الشعب الجزائري والله ما كان الوراء، ما فيش رجوع الى الوراء، والشعب الجزائري عارف ان هذا النظام والله العظيم غير معاه البؤس. هذا الشعب هذا حتى فرصه لا حوار مع هذا النظام. يا استاذ هل نحاور السرطان؟ هل يحاور الطبيب السرطان؟ السرطان لابد ان يقلع من جذوره. اليوم يا استاذ هذه بلادري والله العظيم لولا الحذر ولولا هذا الانتفاضه كانت مشاريع يا استاذ كانوا راح يبيعوا كل بلاد عقارات كبيره واراضي وشركات كان سعيد متبع فيها. والحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله. استاذ فيلالي استاذ فيلالي يعني العقل والحكمه تقول انه كنت تكون ثوره هكذا كبيره بهذه حجم الثوره هذه راهي صارت في الجزائر، انه السلطه هي لازم تكون مجبره انها هي تجي تحاور مع هذا الشعب كيف تخرج من يعني ما تخرجش من طاقه صغيره. هذا هي وسينو والا احنا نتكلموا شويه ايضا على وانت يعني متواجد بزاف في المواقع الاجتماعيه ما يسمى بالذباب الالكتروني استاذ فيلالي.
وهذه الحرب البسيكولوجية النفسية اللي راهي بين الجزائريين عبر المواقع الاجتماعية؟ لا والله الذباب الالكتروني يعني وكان يعني هل رايت انت ذباب يعني الباكتين جراند باك الثوره الثوره هذه اكبر من وبالحقيقه الذباب هو اسمه الذباب والذباب لا يؤثر الذباب لا يؤثر في 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 الجبال الشامخات الشاهقات هذه جبال شامخات شاهقات والذباب هذا لا اثر له والدليل على ذلك يا استاذ كل قد ما حاولوا حاولوا العنصريه ما في الحوش او الجهويه حاولوا يعني عملوا اللي داروا ما نجحوش حاولوا بكل الطرق وبكل الاساليب الاحتراك لتقسيم الحراك ولاختراق الحراك وما قدروش يعني حاولوا والله ما فيش يوم حاولوا يعني نقول لك فيها مشاريع كبيره اللي ما نجحوش لان الشعب اليوم الشعب متماسك والدليل او اكبر دليل لما راحت هذه العنصرية وأسامة وحيد هذا الرجل أنا نعرفه سيء الأخلاق أنا تعاملت معه يا أستاذ هذا رجل سيء الأخلاق وهذه نعيمة صالحي هذه اللي راح تبث في العنصرية يعني هذه ما نجحش هذا دليل يا أستاذ هذا دليل أن الشعب متماسك الشعب تاع جلفة وبجاير وهرن والجنوب وبش كلهم اليوم عارفوا أن والله ما عندنا مستقبل إلا في وحدتنا يا جماعة هذا الكلام وهذا يعني قوة الشر العالمية ما تقدر تلكم والو لا كنتم متوحدين والفقر هو في تفرقنا والفتنة في تفرقنا والدمار في تفرقنا وبالتالي اليوم لابد نكون الحمد لله منطقة القبائل اللي عرفت المؤامرة وما مشاتش لما للمعتقلين العرب ما مشاتش في الفتنة وفيها وعي كبير وما كانش اليوم لا قبائل العربي كل الأمس كل واحد يا أستاذ في على منبر الحراك على منبر الخطباء كل واحد يأكد على الوحدة يعني لا نخاف على الحراك اليوم الناس يا أستاذ حسين تقول لك لا فيه نقص لأن الطرقات مغلوقة فيه نقص ولكن الزخم ولكن الشعب مصمم والدليل على ذلك هذا الوعي الكبير وهذا الانفجار اللي راح يدخل الشعب الجزائري مستحيل قضية وهذا الوقت والله بصالحنا لأن اليوم الشعب راهو يتماسك وراهو يتحاب والله العظيم يا استاذ احنا في المجتمع والله حتى الطرقات الشعب تغير الشعب اصبح يعني وكاننا كاين واحد الرحمه بيننا وهذا الشهر الكريم يا استاذ حسين هذا الشهر انا مطلب من المطاعم رحمه ما يعملوش مطاعم يعملوها بالطريق العام مثلا في العاصمه يعملوها في اوداف والبريد المركزي يعني طاولات خلي الناس تزور يجوا ياكلوا ناكلوا كل يوم مع الزوالية خلي الزوالية يأكلوا وخلينا فطروا كل يوم اللي عنده فطور يجيب معاه واللي عنده تمرة يجيب معاه تمرة أخرى واللي يجيب حبابان يعني هذا رمضان إن شاء الله سنسهر بالحراك وسنتناقش يعني ندبر أمورنا ونلقى الحلول رمضان إن شاء الله سيكون أحلى رمضان إن شاء الله أحلى رمضان وبعد العيد سنعود للحراك بكل قوة وما كان حتى حاجة ترجعنا الحل كل الحل في دستور يكتبه الشعب في برلمان يخيروا الشعب في رئيس يخيروا الشعب أمن احنا عينا من العسكر هما اللي يخيروننا يا أستاذ على سلام خايفين الشعب لأنهم سرقوا نصف الجزائر العقارات الدوها سرقوها والأموال كبيرة يا أستاذ الكريم على سلام خايفين من الصندوق خايفين من الصندوق وخايفين من الحقوقيين وخايفين من العدالة لأنهم داروا الباطل في هذا الشعب أفقروه ونهبوا ماله وبالتالي اليوم حابين يلقوا حل وسط أنا نقول لك يا أستاذ والله يجي واحد اليوم يا حسين يقول لهم أنا نعفو عليكم خلوا السلطة يروحوا اليوم شكرا الياس فيلالي يعطيك صحة شكرا أستاذ فيلالي كنت معنا من الجزائر العاصمة إن شاء الله في رمضان ناكلوا الشربة في ساحة أودان سمعتك قلت ان شاء الله يكون افطار جماعي وفي رمضان والناس راهي توجد روحها كيفاش تعيش في رمضان وانصومبل وفي كل الولايات يعطيكم الصحه سلميه خوا ناخذوا بعض الاتصالات نور الدين من الجزائر نور الدين مرحبا بك السلام عليكم عبد الحسين اهلا سي نور الدين وعليكم السلام ورحمه الله والله شوف كاين انا ساعات نقول متوث بارانوياك بهذه الثوره والحراك شوف الفرق بين الثوره والحراك الحراك تبناه النظام
بصح التوعد ما يقدر يتبناها. هاي يقول يضلوا يهضروا، تشوف لي شان تاعهم ضلوا يهضروا الحراك ويطلبوا منه. من بين الفوائد اللي دارهم هاد دارتهم هاد الثوره هذه، خلات فتحت باب التواصل بين الاجتماع بين المجتمع الجزائري. صح. الجزائريين عم يتحدوا، سبحان الله كي تسمع ماشي الياس هذا الياس الاولاني هذاك تاع سكيكدا، الله يبارك، هضر كلام في الميزان، كلام تاع واحد 13 تاعي الجزائريين هكذا. شوف الجزائري ما احنا ما فقدنا، شوف هذا النظام هذا فقد الجزائريين في الثقه بنفسهم. احنا كان في الجزائر جزائريين شغل نقول لك كاين ما واسمه مالك بن نبي واسمه مفتي زكريا يبدا لك الالياده تاعو بيت خبيت قوي بزاف، بيت يقول لك جزائر يا مطلع المعجزات وحجه الله في الكائنات. شوف الجزائري نورمالمون كما قال، شوف هاد الفرصه هذه رمضان يروح ويجي، بصح هاد الثوره هذه بداره ما تفليش. لازم الجزائريين يديروا المحال تاعهم باش هاد نقولوا هاد الفرصه هذه يقروا بها مصيرهم. وقول لك الماء نعم نوردين فقدناه. جمال من وهران، جمال الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك جمال. الله يسلمك، انا جمال حسين من وهران. جمال حسين؟ نعم. مرحبا بك جمال حسين. الله يسلمك. كان يا خويا احنا الامور هي مستمره مليحه. ايه؟ ان شاء الله ربي يجيب لنا نتيجه. وكان واحد الانسان اذا كريتيكي الكلام تاع ايام في التليفون يقولهم باللي هذا يسموه جمال ويجب يسموه حسين، وكل ساعة ساعة يقول أنا من الولاية الفلانية، ولاية فلانية، يقول لها يا أخي أنت ما عندك حتى تدخل في حياتي. وراك قلت بلي جينيرال ماجور قايد صالح كان ماجر ودروك راه ولد مينار. أنا نقول لها إذا أنت رقبة وراجل روح سيكتور ميليتير وقول لهم بلي أنا هو اللي كوجي كريتيكي الماجور قايد صالح. ثم يوريك الزنباع وين ينباع. حاجة أخرى، كان واحد الإنسان من وهران قال لي يا ودي رانا رايحين الجزائر حنا كطرفان من سبيكتاتير لا تاع لامسيور الألجي ويا ماشي الماكريتيكي، هو قال هذه الماكريتيكي. أنا شنو نقول له؟ نقول له روح عند البدوي اللي دا 6 مليون تاع استمارة من ترافيكيا وحطها في الكونسي كونسيسيونيل، إلا ما عرفك رقبة وراجل. وحنا يا رانا مع الشعب ورانا مع الجيش، خاطر الجيش هو اللي راح حامي هذا الشعب اللي تشوفيه. كان الشرطي راه لابس تما معانا؟ ما كانش شوف ما كانش شرطي، كاين غير جيش اون سيفيل اللي راهم حاميين هذا المسيره تاع الشعب. بصح الشعب عمره ما قال كلمه على الجيش يا سي جمال، الشعب راه يهضر على قايد صالح ماشي على الشعب ماشي على الجيش. قايد صالح قال لك من الجيش، هو قايد صالح منين جاي؟ الشعب كان يقول البارح الجيش جيشنا والقايد خاننا. كل قائد خذا ميسون ليبر يتكلموا كيما يحبوا، ما كاش اللي سالهم. نعم شكون؟ قلت لك ما كاش اللي سالهم، ميسون ليبر يتكلم كيما يبغي. شكرا جمال، يعطيك الصحة. الشعب الجزائري واعي جدا وكيقول في الشعارات نتاعو، حتى انه معظم السياسيين الجزائريين اجمعوا على ان حتى لو كان نجمعوا هذه الشعارات اللي راهم يقولوهم الجزائريين نديروا منهم الدستور الجاي ان شاء الله للجزائر المستقلة. انو غلغر غار سكايب غور مس زيدي ادي غاندينيا ولا انقارو نازيم اذن ايضا لي اثليض نازيم سليط داكوي وقدي انترفونين شادين هذا ولا نقارو كيش كو جو دينك سي كو اتيهم صحة بو تو دي انترفونون توس باسكو ايزون بروفي نو بروف توس كي ا فريمون دي لسبوار اي كي اون كونسيونس بوليتيك اي جيسبر كو غايد صلاح ا بيان اونتوندو تو سكي اي دي دون لا رو اي تو سكي اي دي سور لي شان تي في تيلي كوم لا فوت. نازيم اش راه ستي نظيم نقارو يا جمال من وهران، انايا الجيش راه معنا والشعب راه مع الجيش. انا نقول بليك ماشي الشعب اللي يكون مع الجيش، لازم الجيش يكون مع الشعب، ماشي الشعب اللي هو مع الجيش. وغايد صلاح اذا كان كاينين اللي يقولوا لنا بلي اذا يتنحى قايد صلاح الجيش يروح فيها، اذا كان بليك الجيش الجزائري اذا سقط قايد صلاح يسقط الجيش، ما عندناش جيش، ما عندناش جيش ما يقدرش يحامينا هذا الجيش. يمكن 40 مليون
جزائري يحميوا على بلادهم. قايد صالح ما هاوش جيش هو عصابة، أنا نقولها قايد صالح نا جامي تي ميليتير كي لا بور بروتيجي الجزائر، مي سي ميليتير كي ا كوسيوني بوتفليقة. سي تو سكي ا روتينير دو قايد صالح. Il a fait des promesses, il ne les a pas tenues, il a trahi le peuple algérien qui lui avait accordé des, une certaine confiance durant les semaines passées. Aujourd'hui, le peuple algérien est conscient que Gaït Salah ne veut pas le protéger, mais cherche ses intérêts et les intérêts de cette mafia qui est toujours au pouvoir. D'ailleurs, moi je me pose la question, on avait Bouteflika qui ne parlait pas. On comprend que oui, Haya parle à sa place, des fois Gaït Salah. Aujourd'hui, Ben Salah, il parle, non? La preuve que c'est Gaït Salah qui gère ce pays, et nous ne voulons pas d'un militaire à la tête d'un pays. Nous voulons, l'Algérie n'est pas une caserne, la politique ne se fait pas dans les casernes. Les militaires ne, n'applaudissent pas des discours politiques, les militaires saluent le drapeau. Les militaires, ce sont ceux qui sont aux frontières, ceux qui sont en train de souffrir aux frontières, ceux qui se battent pour ce pays, ceux qui se nourrissent de cornets de bœuf et de fromage pendant deux jours. C'est ça les militaires, et c'est ceux-là les khawoutna, oui, khawa khawa wa atihom saha wa ndhayilhom. هاد لي ميليتير ثاني مرث نزيم زيدي يعطيك صحه حميد اللي يذنا نزيم زيدي هذا سمحتي غادي ونبدا قلنا ندو كفر لو دي اس كريم طابو ثاني مرث يعطيك الصحه جوستومون كنت نقول اللي قرا غد اماكن وكاد كفاني ظليه جدود ذي ثمور يعني ثمورت الجزائريه وذي الولايات طاس تسوغون تاع كاظن الجيش جيشنا والقايد صالح خنا نسعى اون بوتيت فيديو ساعة النافا سيد نوالي واد نوغ الجيش ديالنا والقايد خانا لا فيديو هاكي تهضر يضلي تاسي قال لك يا كين ولا تزيد الجزائر ولا تزيد تيزي وزون ولا تزيد عنافان ولا تزيد قسنطينان ولا تزيد وهران تاكي ذي عنافا تاكي ذي عنافا تا مورث القايد صالح يا قايد صالح تاكي خاميش لا راويش يا ثناثنيش تا واشولتيش يكدي قارن تخضع ضاغ كنت نقول اذا هذا الفيديو اللي شفناها شفنا يعني هذه الشعارات شفناهم في كل الولايات امس شفنا فيديوهات في الجزائر العاصمة ومن بعد في الفقرات الأخرى تشوفوهم إن شاء الله شفنا فيديو هكذا في الغرب الجزائري وهران تلمسان وين الشعب الجزائري يقول الشعب ديالنا والقايد صالح خلنا ولكن هذه اللي شفناها في عنابة يعني في عقر دار قايد صالح الشعب راه يقول لك خاوتك راهم يقولوا لك يا ولدي راك خنت الأمانة وخنت الشعب الجزائري وكما قال نزيم قال نورمالمون الجيش هو اللي يكون مع الشعب وليس العكس ثاني مرة ثاني ميد لم يذنا كنوي كنمثي وقاد دي ساولين وقاد دي قيم يذنا قيمة ذي لهنا السلام عليكم